ولا بد أيضا من كونه عارفا بطرق التعليم، أي قادرا على إيصال العلم للمتعلمين بما ينفعهم، فهو لا يعاني في تعليم العلم ملاحظة نفسه، وإنما ملاحظة المتعلمين في مقادير قواهم وأوقاتهم وأزمانهم، فهو يلاحظ هذا. فإذا رزق المرء بإنسان يعرف طرائق التعليم اختصر له أخذه العلم، وإذا بلي بجاهل طرائق التعليم أضر به. فمن الناس من يكون له علم كثير لكن ليست له أهلية في إيصال العلم، فتجده يوعر العلم على المتلقين ولا يلاحظ أحوالهم وما يقدرون عليه، فحينئذ لا ينتفع به إلا قليل.